بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. موضوعنا النهاردة يا جماعة بنتكلم عن معلومات هامة تخص رؤيتك. إيه هي المعلومات العامة؟ أنت عشان تتحصل عن شيء لابد أن تقدم شيء. إيه هو؟ لازم عشان توصل لتوضيح كل الرموز اللي في رؤيتك كتفسير، وعايز تعرف الرؤية مفصلة مشروحة تامة بكل رموزها، لازم ان انت تبين وتظهر الحاجات اللي هقولك عليها دلوقتي. تابعونا لاخر الفيديو عشان المعلومات دي مهمة جدا عشان تتحصل على تفسير صحيح حق واضح مفهوش اي نقاش ان شاء الله تعالى. طبعا بالنسبة ذكر كل معالم الرؤية، أنا بقول كل الرؤية ما بفوتش فيها أي حاجة، مهمة جدا علشان التفسير يكون مكتمل. خلاص، عشان تاخد تفسير مفصل مشروح لابد من إيه؟ إن أنت تقول الرؤية كلها. ممكن في حد يقول مثلا جزء يتخيل أو يعتقد في نفسه إن جزئية معينة مش مهمة أو ملهاش لازمة، خلاص مش قايلة، وتكون لها دور في التأويل. اي نعم، في الرؤى في حاجات تبقى في الرؤيه تكون حشو، يعني حاجه تكميليه ملهاش دور في التفسير، بس موجوده تكمله السيناريو بتاع الرؤيه. اللي يعرفك الكلام ده المعبر، مش حضرتك، مش انت اللي بقى تنقي كده وتجيب الحاجات اللي هي شغلاك. ممكن حاجه اللي هي شغلاك او شغلاكي في الاصل ان هو مش هي دي. التأويل كله في الحاجات التانيه اللي هي اللي في نظرك او في نظرك عادي. خلاص، ذكر معلومات تخص الرأي مهمة جدا عشان تاخد تأويل مكتمل وتفسير مكتمل. ان انا بقول الحاجة اللي تخص الرأي اللي هو ايه، مثلا اقول الرأي مثلا من احوال والامور اللي هنقوله عليها برضو دلوقتي. الاجابة عن الاسئلة المطلوبة مهمة جدا، ان انت تجاوب على الاسئلة اللي بقولها لك سيان، قلتها لك صوتا او كتابا، فتجاوب عليها. جاوبت عليها هتاخد تفسير واضح ومشروح. طيب ما جاوبتش عليها، مضطر ان انا هقول لك تفسير شامل عام. خلاص، دي جزئيه. طيب بناء عن كلامك ممكن الاجابه تكون خاطئ، بمعنى ان انت مش هتقول الحقيقه، او انت مش هتقول الحقيقه. اقول سؤال مثلا معين فالاجابه تكون إجابة واهية، برضو ممكن ده يأثر برضو في موضوع التفسير، إن يكون التفسير به بعض الخطأ أو بعض عدم الحقيقية. يعني توضيح كل ظواهر الرؤية، كل ظواهر الرؤية من أمور دي بتخلي التأويل يكون صحيح. ظواهر ودوافعها، زي مثلا يكون إنسان في أمور في حياته، خلاص، او الرؤية دي نشأت لما انا فكرت مش عارف ايه، او كنت في احتكاك ايه، او امور دي، كل ظواهر الرؤية عشان تاخد تفسير صحيح. ذكر من هو الرائي، يعني اللي بيكتب كده يعرف الرائي. انا اللي شفت، اخويا اللي شاف، والدتي اللي شافت، اختي اللي شافت، يبقى انا حددت مين. خلاص، طيب برضو توضيح برضو في الرؤية، صاحب الرؤية ذكر او انثى، امرأة او رجل، كبير او صغير، يعرف برضو من خلاله. ما خلناش نسال كتير على الحاجات دي، لان ما اعرفش الرؤيه دي لا راجل ولا ست. طب ما الاسم موجود يا شيخ. لا، ما انا مع الاسماء دي انتم عارفينها مش مقيده بصاحب الرؤيه، ممكن الاسم راجل وصاحبه التفسير الرؤيه امراه، يعني امراه كاتبه باسم راجل بالانجليزي او بالعربي، او يكون حد واخد تليفون حد عشان ما عندوش، او تليفونه مش شغال او ما عندوش نت، فبيكتب الرؤيه عن من خلال تليفون حد اخر مثلا، فاصبح اللي بياخد منه ده رجل، واللي بيتكلم ست او ست، والراجل بيتكلم راجل. المهم، فتوضيح هويه صاحب الرؤيه مهمه جدا عشان التفسير يختلف من الراجل للست في بعض واغلب الامور. يعني تظهر او الكلام ده بيجعل ان تظهر حقائق التفسير لما انا اوضح كل حاجه. طيب ممكن في واحد يذكر ايه هو اللي بيعاني منه في حياته، فبناء عنه يبقى الرؤيه دي نشات من خلال ده،
او بنحاول نشوف الاصول اللي هنا دي لها علاقه بالحاجات اللي هو بيتكلم فيها ولا طب ناول لا مالهاش علاقه. لا ده مالهاش علاقه، ده موضوع تاني، لان احيانا من انسان بيواجه بعض الامور من خلال هذه الامور يرى الرؤيه. عشان كده بقول لكم يا جماعه لما توضح الرؤيه ونمشي على الامور اللي احنا قلنا عليها دي كده هتاخد تفسير صحيح حقيقي مكتمل واضح مشروح مبين فيه كل الرموز اللي شغلاك واللي مش شغلاك وكل الامور الموجوده في الرؤيه. فاتمنى من اللي يكتب الرؤيا يا جماعه يكتب الرؤيه تكون موضحه بكل المعاني وكل الظواهر وهويه الرائي او صاحبه الرؤيه، لان مهم جدا عشان تبدا تاخد تفسير كده. طب اللي بيكتب اكتب له اسئله وما بيردش او يرد على حاجه واحده بس من مثلا 5 6 اسئله خلاص، وسيب باقي الاسئله ما بيردش عليها. حاجه من الاثنين، اذا كان الرؤيه في محتمل ان هي تتفسر شامله شمول عام يعني بفسر له شامل وخلاص منتهى الامر. طيب ما فيش احتمالات ان شامل لازم توضيح الامور دي علشان تتقال حاجات معينه، بسيب الرؤيه ما بردش عليه خليها معلقه، ما انا مش هينفع اقول وخلاص. خلاص يا جماعه. طيب الرؤيه ممكن نقول مثلا للرؤيه حصول بشاره وتحقيق امل عام. طيب بشاره للحامل بالانجاب، بشاره للطالب بالنجاح، بشاره بالعازب بالزواج، بشاره باللي هو السعي والعمل بالعمل، بشاره بالمريض بالشفاء، بشاره. طب هو بقى اللي يبقى يقول له اقول له بشاره، هذه بشاره، هذا والله اعلم. تشغل على بشاره. طب البشاره دي وبتاعت ايه يا شيخ؟ بشاره كده وخلاص. ده ما بيعرفش يفسر ولا تفسيره، اشوف غيره. ما انت اللي عملت كده او انت اللي عملت كده. التحفظ في الامور دي ما ينفعش، لازم اوضح. طيب وانا عايز اقوله خلاص، تبقى اقول لك بشاره كده انا اعرف ايه؟ لازم اعرف حياتك او حياتك او الامور اللي احنا بنتكلم فيها مبدئيا او الاسئله اللي انا سالت فيها علشان اوضح نوع البشاره. خلاص؟ يبقى نوع البشاره هنا اقول ان شاء الله سيحدث حمل وانجاب ويكون الولد الذي تتمناه او البنت التي تتمناها مثلا. وضحت الاشاره، هنا اشاره ان شاء الله بالشفاء لصاحب الرؤيا بس عليك بالدعاء. خلاص اصبح فيه وضحنا النقطه من خلال الاجابه. طب ما فيش اجابه يبقى انا اضطر اقول لك تفسير شامل، وده مش هيكون واضح لاي حد، لان مش اي حد برضه هيبقى فاهم الجزئيه او عنده فهم ان هو ايه يعني نوع البشوار. دي جزئيه اخيره طبعا، اتمنى ان لو حضراتكم استفدتوا او مستفيدين من الفيديو او مستفيدين من القناه ككل اكتبوا في التعليق، واللي شاهد الفيديو للاخر يكتب في التعليق ويقول لي اللي استفاد هل مستفيد ولا مستفيدين حضراتكم؟ يعني المعلومات اللي بديها لكم مفيده ولا مش مفيده؟ وتابعونا في كل فترة بديكم نوع من أسرار عالم الرؤى والأحلام، وفي فيديو قادم إن شاء الله هقول لكم سر مهم جدا بيلوز بين أصحاب الرؤى والأحلام. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.